الله أوقاتكم. ظهيرة هذا اليوم الجمعة الأخيرة فيها رمضان، رمضان مبارك، ما زلنا في جائحة الكورونا، وما زلنا في هذا الوطن نتحمل ونصبر ونلتزم منازلنا، كوادر بيضاء في الميدان، أطباء، الأجهزة الأمنية، الجيش العربي، عمل دؤوب. وهذه المحاضرة رقم 24 من سلسلة المحاضرات عن التعامل مع إظهار والتصميم بواسطة المقاطع المعمارية لعنصر مائي في ملاعب مائية أو متنزه مائي وكيفية التعامل معها. واليوم رايحين أخذكم في رحلة قصيرة لرسمها والتحدث أثناء ذلك وأيضا إظهار. جمعتكم مباركة. نفترض انه عندنا عنصرين مائيات وعندنا بنحاول نعمل هذا ممر مائي اللي تقدر في ممر مائي او بصب في هذا. وهلا بدي ابلش انا ارسمه وبعدين بلونه بالالوان المائيه. عاده العناصر المائيه في معظم الاحيان بدها دقة في إنك تتعامل معها وبدها تصميم، وأهم شيء هو ميكانيكية الحركة والتعامل معها حتى تضمن سلامة المنشأ اللي أنت قاعد بتصمم فيه كعنصر مائي. وأنا بدي أفرض إنه أنا قاعد بشتغل في روك فورميشن اللي هو عنصر مائي بدخل في هذه الروك، في هذه الكتلة الحجرية، وعندي ثلاثة ليفلز. بدي أفرض إنه هاي 0.0، هاي ماينس 1.8، هذه مش ديب بول، هذه عبارة عن بول حتى الناس يدخلوا والأولاد أو الأطفال to jump into this water. وزي ما أنتوا شايفين اللانسكيب هذا ليفل 0، 1 ناقص متر و80، 0.0. هنا عندنا متر، وهذا الجزء العلوي عندنا حوالي 2.5 متر. تمام. الآن أنا في هذا العنصر المائي في جدار أيضا استنادي صغير، في أيضا بدي أعمل زي ووتر شانل. هذا الووتر شانل أيضا في عنصر مائي بده يجي من الأعلى وبده يصب في هذا اللاجون الصغير اللي موجود عندي هون. أوكي، دائما لما بدي أرسم العناصر المائية بدي أحاول كل جهدي أرتب إنه أعملها مبسطة حتى تكون سهل الحركة حواليها، وأيضا حتى تقدر أنت تتعامل لازم تحط بعض من النباتات القابلة واللي بتتحمل الرطوبة، ومثل ذلك الموسى أرناتا اللي هو موز الزينة أو ورق البردة أو الكانا، وهذه عبارة عن نباتات بتحب الهيوميديتي. فلذلك بنحاول كل جهدنا الآن نحط هذه النباتات بطريقة اللي تحافظ على روح المكان. مزهرات أيضا بكون موجود معنا، وفي الخلفية هاي أنا بحط بعض من النباتات اللي هي ليفستونا تشاينانسيس أو النخل اللي بكون شبه مقزم، مش النخل الكبير
او الفينكس ديكتيليفرا، تمام، وبحط بما انه قاعد بصمم العاب مائيه انا بدي افرض انه الان انا قاعد بصمم بمنطقه العقبه او في الاغوار، واذا بدي اصمم عناصر مائيه بدي احاول اتعامل مع النباتات، ومن هذه النباتات في نبتة اسمها البونسيانا جابونيكا او الجميله، وهي نبات احمر شجره حمراء مزهره الان بكثافه في العقبه وفي البحر الميت. وتحتيهم هون بحط سمولر شربس هيباسكس، او بحط اي شيء، او بحط من نبات المجنونه. هذا انا عندي هون صار الـ 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 العنصر المائي اللي الاولاد او اللي بيلعبوا بالمي وبيحبوا العناصر المائيه يستعملوها. ايضا على طرف هذا باجي بعمل 1 ميجر or 2 or 3 major palm trees phoenix dictylifera اللي هو النخل المثمر. والنخل المثمر دائما جميل جدا انك تزرعه مبكرا او تجيبه بحجام كبير، وهي متواجدة الان في السوق وبتقدر تحطها. وحواليه او في محيطه بحط اشجار متساقطة مثل شجيرات او اشجار الباركنسونيا أكيلاتا اللي هي شوكة القدس. أنا عندي هذا منحدر، ففي المنحدر بحاول كل جهدي إنه أنا أبين المنحدر هاتش كأنه بتبين معي خطوط الكونتور. وإنت قاعد بتصمم من مخيلتك طبعا بكون عندك البلان، لكن على الأقلية إذا عندك عنصر مائي هون بجي بحط أمام هذا العنصر المائي كمان بحط نخلي هون وبحط نخلة، ولاحظوا كيف أنا برسم النخل دائرة دائرة، وبعدين بعمل هالسعف النخيل اللي مرتبط بنبتة شجرة الفينكس ديكتيليفرا اللي هو الديت بالم. طبعا في عدة أنواع من البالم، لكن أحسن بالم بعيش الآن بالعقبة الاقتصادية الخاصة أو البحر الميت اللي هو الفينكس ديكتيليفرا أو الديت بالم. هون قاعد أنا برسم، هاي رسمت أنا هون الترنك تاع هذولا. هلا بين هاي وبين هاي الشجرة بدي أحاول أعمل معرش. المعرش اللي بدي أعمله هاي الهيومن سكيل. المعرش اللي بعمله بعمل إله فنس صغير أو هاد تو كولومز، كل كولوم 4x4 وفراغ 2 سنتي 4 سنتي 4 سنتي 4 سنتي هيك أو 8 سنتي. And then وبحاول دائما المعرش هون أنا بدي أعمله زي an extended pitched معرش هرمي strips 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 strips، ودائما بعمل هذول الفيرتيكال حتى يبين أنا عندي معرش. ولاحظوا شو بعمل، هذا الود القرميد الخفيف او الود لوجز، وعادة بعرض هذا البيم بعرضه بخليه شوية وبطلع اللوجز لبرا شوية. هيومن فيجر هون بعمله، وايضا في انذر هيومن بيبل سيفرال بيبل حتى يبين في حياة عندي في المشروع تبعي. في هذا الجزء اللي هون بجي على فورميشن، عادة بالعناصر المائية أنا بحاول أحط a major شو بيسموه هذا زي arch، وفي ناس قاعدين بمشوا بنتقلوا من مكان إلى مكان في هذا المكان حتى يوصلوا للجزء السفلي بدرج أو في رامس. ومعظم الأحيان أنا بحاول أعمل combination of rams and steps to get into the place اللي أنا بدي أمشي عليه أو بدي أوصل لإله. هاي زي ما أنتوا شايفين هون صار في عندي اللي هو العدة levels أو contours، وبعمل بالcontour بكثف هون نباتات، ودائما النباتات مشان ما تعيق النظر وما تعيق الرؤية على هذا. بحاول كل جهدي أعمل هون A plantation اللي هو mostly أنا بستعمل المجنونة في بعض المناطق بكثافة لإزهارها
ولألوانها. فبحط كل هذا مزهرات هون، هون بجوز أحط نباتات بامبوسا فولغاريس اللي هو نوع من أنواع العشبيات اللي هو القصي. فأنا هذا جوس من هون بيجي هذولا يعني، فصار عندي بداية configuration. لاحظوا هون بلش لأنه الرصاص تفج، لازم أجيب محرم فاين مشان ما يسمج the lines. وفي أنا عندي هون بخاخ، هلا بورجيكم، بحاول كل جهدي بعدين بحط البخاخ عليه حتى ما هذا هو هذا البخاخ اللي هو it's a fixture, it's a pastel fixative، بعدين بعمل fixative للباستيل وكمان لأقلام الرصاص. أنا هون بلشت أعمل اللانسكيب، تقريبا بدأت أنهي رسمتي، بحاول كل جهدي أحط some kind of junipers أو نباتات مدديات أخرى حتى أغير التكستشر تاع النباتات تبعاتي more and more. هون بجوز أحط اللي one major ficus nitida. الficus nitida اللي هو عبارة عن شجر أيضا جميل جدا ومتواجد بكثافة في الأغوار وفي العقبة الخاصة وفي المناطق الشبه حارة. الآن الفايكس نيتيدا، تنتين فايكس نيتيدا، وشوفوا شو عادة فايكس نيتيدا لأنها خضرة ما بنورجي العروق، بنورجي وسط الشجرة بكون شبه مفرغ لنا. أنا هيك حاولت شوية أعمل some form of a landscape، والآن أنا I want to color this. بس شوف شو بعمل، بجي بعمل على السكشن وبعمل thick line under the section. Look at that. هيك مشان رسمتي to show up and to be clear، حتى تكون الرسمة solid مرتاحة. الآن بدي أبلش أعمل الووتر كولر. What I will start، أنا ليش ببلش دائما بالووتر فيتشرز؟ الحكي للطلاب والمهندسين، when you start with the water features، الشباب صبايا الووتر فيتشر فورا بعطيك فريم للبيكتشر تبعك. It's a good frame. لاحظوا شو عملت الآن. بجيب اللون الأبيض، اللون الأبيض اللي عندي هون، I dilute it، خففه، بخفف هون، ولاحظوا قاعد الـ هذا المية بشربها، الورقة قاعدة بتشرب المية اللي عندي. فأنا now I'm doing this، بجي هون بما إنه أنا عندي مية، I have water coming into strips، كأنها شلال نازلة هون، هون هاي المية هون، circulation of water، circulation of water comes up comes up comes up هون. ولاحظوا تحطوا وايت دوتس، كأنها الوايت دوتس أو النقاط البيضاء هاي، كأنه المية دريبلينج أو it is dripping inside هالبول، بلش يبين عندي الشلال. Secondly I will go a little bit up، بدي أطلع على الجميل اللي فوق اللي هي البونسيانا جابونيكا، اللي هي عادة في لونين، الله حط في اللون الأحمر وفي لون أحمر مصفر على برتقالي، and I start shading it. وأيضا شوفوا شو بعمل، ثلاث ألوان خلطت هون، الأحمر موف أحمر وأورنجي أو أصفر، بعدين جيت كمان بحط شوية خضار لأنه بتكون فيها بعض من الأوراق ما زالت بتكون مبينة. ف this is my ponciana. في هون شوكة القدس، شوكة القدس زي ما قلت لكم هيها اللي عبارة عن نبات، عن شجرة transparent plant، لكن الحلو فيها انه هي عبارة عن نبتة الترنك تبعها بكون في طحالب او مطحلب لونه اخضر، فلذلك بدك تحاول كل جهدك
تسويها بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. بما أنه بلشت بهذا الجال، لاحظوا شو سويت في هذا الجال. I am doing this. بلشت بدي أعمل الترنك تبعي. ترنك بخليه فوق غامق شوية، غامق شوية، وما بكمله للأخير. I don't do it to the end. عرفتوا علي؟ وهون نفس العملية. I will put my trunk. Now I will use. هلا في أي وقت ما دام عملت هدول اللاينز أنا بقدر أوقف الرسمة تبعتي at any time، يعني لما أكون إذا التحقت في الوقت. أي أنا قاعد بعمل الستروكس، هدول الستروكس بنسميهم تاعات الفينيكس ديكتيليفرا، وكمان على الأطراف بحاول كل جهدي أعطيها a white touch. أوكي، أي سويت هدول، هلا بدي أعمل كمان هدول سعف أوراق شجر النخيل. والفرق بين الفينيكس ديكتيليفرا أو النخل المثمر، في نخل واشنطنيا، نخل الواشنطنيا ورقه بكون عريض. هذا النخل اللي عادة في أيام الحج لما يجوا الناس من الحج بكون السعف هذه بحطوها على أبواب المنازل. زي ما حكيت الووتر كلر للإظهار المعماري، ليش إحنا بنعمل هيك؟ So when we design we know exactly what do we want. بنعرف بالضبط شو بدنا نسوي. بدي أجي على الليفستونة اللي هي عبارة عن على أطرافها بتكون خضرة، ورق أخضر وأخضر أخضر، وكلما ارتفعت في الورقة لفوق بتكون على لونها على لون الصفار. أوكي. إذا عملت أنا هون تكوين معين للنبات، بدي أجي أعمل الجراس جراند كفر اللي موجود عندي. أيوة، حطيت هون جراس جراند كفر. I will put more grass. ودائما ما بحاول بس أخليه أصفر. أنا شو بعمل؟ بجيب بعد مرات مش أصفر ليموني، بحاول أطعمه بالكلر لأنه بصفر بعد مرات العشب، أو بكون عينه يلوش تاتش. هيك أنا بكون تقريبا بلشت أعمل فريمينج to my picture. هون قلنا بدنا نعمل فايكس نتدا، والفايكس نتدا زي ما حكينا عبارة عن شجرة دائمة الضرار، أوراقها عريضة على هذا الإج طرفها بغمق، وكلما دخلت إلى الداخل بحاول أعمل اللون الأبيض. هاي دخلت لون أبيض عليها، وشوفوا كيف it's diluted، اللون بدخل على اللون. لاحظوا بهالطريقة هاي. إذن بلشت تظهر عندي معالم الحديقة اللي أنا بشتغل فيها، الحديقة المائية. بدي أجي على الجدران، الجدران زي ما حكينا هلا بدي أفرض إنها it's a stone. If it's a stone بعمل strip of a stone wall. بدي أجي على الحجار، الحجار أنا عادة بعمل إما لون بني أو أورنجي. وبجي به stone and get my stones بهالطريقة. هون بدي أفرض عندي نوع من أنواع الجونيبر اللي هو على مصفر جونيبر أخضر على أزرق، أو أخضر مصفر
هلا بدي أجي على المجنونة. المجنونة في عنا عدة ألوان من المجنونة، لكن موصلي بتلاقي الألوان تبعها اللي موجودة في الغور اللي هي اللون اللي it's a watermelon color، وبخلطه ببعض من اللون الأخضر حتى يبين. هاي أنا قاعد بدي أغير كمان بالألوان، حطيت لون هون أحمر، كمان في لون على أورنجي، وفي لون أيضا بكون أبيض بالهذا هيك. أنا I am start coloring my plan. Stone. هلا بدي أجي على ال شو بنسميه الأربر، أور وود أربر. أنا عادة بفضل أعمل اللون ما أحطه بس قرميدي بنقدر، لكن أنا عادة بحطه اللون بني أو على أحمر شوية اللي هو فوق، بطعمه شوية بالأحمر وبعدين بجي باللون الأبيض وبعمل دايلوشن. صارت عندي الآن بدأ تظهر معالم الرسمة تبعتي بطريقة اللي أكون أنا مرتاح في شو اللي بشتغله وشو البرزنتيشن. بالتكوين دايما بتركز إنه تكون السكيل، مقاس الحجار، مقاس البركة، مقاس هذا، ما يكون أوفر باورينج على السيستم اللي أنت بتشتغله أو على النظام اللي بتتعامل فيه. أفضل دائما تركز على مقاس صح. أي أنا بدي أشتغل الآن بهذه الكتلة اللي فوق الحجرية، استعملت ناو لون اللي هو لون الحجر، وبدي أجي على الطرف هذا أعطي لون. لا الألوان اللي بدكم تعملوها، إذا عندي أنا ووتر شانل هاي حطيت لون أورنج، لاحظوا حطيت الأورنج كولر أيوه للعنصر المائي أو للإج تبعه لطرفه. في عندي هنا أرتش، هذا الأرتش لأنه عبارة عن شادو شيء زي الآن ببلش أعطي شوية شيد where I can see my drawing إنه I am getting it. I have some bamboos. I
هلا بدي احاول كل جهدي اعمل اسمول، بما انه هون في منطقه شويه بدها تكون غامقه او حجريه في الخلف زي كوف. little bit of shadow more حتى اورجي الدبت تبعي my steps. هلا بدي ارجع اعمل السماء، ولاحظوا شو بعمل بالسماء، بحط ستريبس of yellow في الوقت هذا في البحر الميت عند السانسيت، بتلاقي انه السماء بتبلش تكون متداخل مع هالالوان اللي هي عادة بتكون ما بين اللون الازرق واللون الاصفر ولون ايضا خفف زدنا شوي اللون مش مهم، لكن ارجع احط لي touch of yellow and a touch of زدناه شوي لكن still it reads good، وهذا بنسميه احنا touch of the blue. ما بتكون السماء دائما زرقاء all the time، خصوصا في أوقات معينة زي الأوقات هلا بالسانسيت. أنا هيك بكون حاولت كل جهدي أعمل رسمة سريعة لأووتر فيتشر لأكوا بارك، كيف بعمل الديزاين ديفلوبمنت تبعها، بعمله بطريقة سريعة حتى تساعدني أشوف المنظومة اللي أنا برسم فيها. أعتقد في كمان لازم أعمل شوية بلو هون حتى يبين معي الفسطاط، أو أنا بسميه عادة الفسطاط أو الأربر، لأنه we have to make sure إنه our drawing gives us a reading. بجي للإج اللي تحت، الإج اللي تحت be a dark look at this. Look at this. المعماري بالإظهار المعماري الرسم دائما بهالطريقة هاي بعطيك كريدت إنك أنت شعرت ودخلت بالتصميم وعرفت كيف to finish and to finalize. You make a ground حتى تبين السكشنز تبعك. It's sitting on a solid base. This is what we can do in a very short time. حاولنا كل جهدنا اليوم كمان نشارككم ب how to paint the landscape, how to do a quick water color. هلا بس بدي أورجيكم شغلة خليه أول ينشف، بس ينشف I will tell you what I do. أنا هون لسه هاي النبتة لازم تكون a little bit more sparkling. It's not giving me the effect اللي أنا بدي إياه. بدي أحاول كل جهدي أعمل ال effects اللي عادة بكون حتى تكون عنا ال picture more color. Mario did see when we designed the Mario did see and did the landscaping. We did about 28 water features بالMario did see.
لكن الحلو كان أتليست إنه أنت عملنا العناصر المائية اللي تكون تتحدث. لكن أول ما تدخل بتلاقي إنه heavy move of petunias, colors, verbenium, نباتات. أول ما تدخل أعطت طابع ممتاز للي بيزور الموقع حتى يكون من أول المكان تقدر تشوف the value of the landscape and the strength of the landscape. الآن أنا قاعد بس بعمل شوية رتوش لأنه لازم يكون في عندي some form of shape للشغل اللي أنا بشتغله. I think we are now on the right track. هيك بنكون خلصنا. العنصر المائي وبنكون somehow حاولنا اليوم نشارككم بعمل بسيط لكيفية إظهار مقطع لمدينة مياه أو ملاهي مائية. وهذا شيء نفتقده مع الأسف لأنه ولازم تكون well designed بطريقة قوية جدا. أسعد الله جمعتكم بالخير. إحنا الآن بنكون اليوم عملنا quick section في هذه المادة. بعد ما ينشف بالضبط you have to put a little bit of this. بتبعتها 15 سنتي وبترشها لأنه بعد مرات بكون في بنسل. بس لازم أول إشي ينشف اللون اللي شو بيسموه هذا وتبعد عنك. بعد مرات لازم تلبس كمامة لأنه هذا pastel fixative أو لأي إشي بتكون خلطه برصاص you have to put it. بس هلا ما بقدر أرشها مشان ما يصير dilution بالwater colors. لازم كمان أكتب اسمي هنا. ال water feature. Water feature اليوم أعتقد 22 25 20 20. هلا بدي أورجيكم هذا اللي ورجيتكم إياه الآن. مجموعة من ديزاينات كنت أنا عامل ب 2006 musical wall for special waterfront development of a park. And I want to show you some of the drawings that we did. حوالي 10-12 drawing for this water plaza, a water park. And I will show you a hotel plaza sectional study. كيف you incorporate the lighting with the wall, مش شرط the wall يكون مستقيم, ممكن يكون angular, the human scale, the plants. If we have a lookout points, and this was done I think for the Crystal City, these sketches in 2007, now I remember, the Crystal City master plan and the water development. I will show you also a lookout points. What do you mean by lookout points? All these were presented to the client, and they were done linking a few hours prior to our meeting, لأنه we were rushed, بدنا بسرعة نسوي شغلة ولازم نورجيها للكلاينتس ونسوي 3D images. وبعد مرات بيكون الووتر كلرز ار فاستر. هذا اللي انتم تشوفوه I think كلياته معمول ماجيك ماركرز. نعمل كويك فيل تيب سكتشز ونعمل فيل تيب سكتشز. You will see this and I will show you what I have shown you now. I will show it to you. هذا بال شو بنسميه احنا بالماجيك ماركرز واللي رسمتها هلا ووتر كلرز. I will show you what I draw also. اللي شفتوها هلا هيها. This is why I drew for you, which is a water feature within the Crystal City, within the water playgrounds أو مدينة الألعاب المائية. هذا السكشن اللي شفتوه ارتسم في ارتسم في يمكن كله الرسمات هاي اللي شفتوها
تسمعت in less than 2 hours. When you train your mind and you train your عقلك وروحك في هذا الوقت يتطلب منا الالتزام والمحبة والصلاة والإيمان. أولا يجب أن تؤمن أنك في وطن يملك مخزون من الأمهات والرجال والعاملين والأطباء والممرضين والممرضات يقوموا ليل نهار على أداء متميز. وهون يحضرني مداخلة دائما إلا يكون فينا جزء من خدمتنا الحكومية عندما تبوأنا سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أو البتراء أو وزارة الشباب. إخواني المسؤولية ليست سهلة. المسؤول في هذه الظروف يعني لا يحسد على أي موقف له، بيحاول كل جهد. يمكن أن يكون ثغرة هنا ثغرة هناك، خطأ هون خطأ هناك، لا يمكن أن يكون السيستم بير. لكن انظروا إلنا وانظروا للعالم شو اللي بصير. أدائنا في الوطن متميز كشعب كقيادة كعاملين. ولطفا رجاء في آخر أيام رمضان المبارك في هذه الجمعة قللوا من التنظير وأكثروا من العمل والدعاء للأجهزة لتقوم بواجبها. شوفوا الممرضين والممرضات والعسكر اللي ما بروح عادوا. أنا في بعض المواقف عندما أدرنا أزمات عرفنا شو معنى إنك بعد مرات ما تروح البيت. لا تقولوا لي هذا واجبك، صحيح هذا واجبي، بس واجبي عندما أنا أعمل أكثر من واجبي 28-30 يوم ما أشوف أهلي. بعض القوات الأمنية أسبوعين وثلاث أسابيع ما كانوا يروحوا أو يأخذوا إجازات لأنه هذا الوقت اللي إحنا بنحتاجهم فيه. فتحية لكل مسؤول، تحية لكل من تناط به مهمة، تحية لكل رؤساء بلدياتنا وأمناء أمين عمان ولا في العقبة الخاصة، رئيس العقبة الخاصة، الحكام الإداريين أبدعوا في هذه الفترة، مدراء الشرطة والأطباء. فتحية لكم، تحية صباحية، تحية لكل من شارك معنا وسمع معنا اليوم. واجبنا أن نكثف مثل هذه المحاضرات. أنا هيك بشوف وأرى نفسي في مكتبي مع عائلتي، لكن أرى العالم من خلال شباب جدد سيقودون المراحل القادمة، سيبدعون، سيتواصلون. كونوا حنانين قلوب، أحبوا أهلكم، تعاملوا بالحسنى. تحية للوطن، تحية لقائد الوطن، العالم العربي، للإنسانية أجمع، وللمغتربين في رمضان حماكم الله. سلام عليكم.